حديث رقم 1370، حديث عائشة أم المؤمنين، أمنا عائشة روات هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمها هذا الدعاء. يحفظس الدعاء يجي إيمثنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. أمكي سيحفظ النبي صلى الله عليه وسلم باش ديني، اللهم إني أسألك من الخير كله، خطر ربي زار الخير كون دايلا، عاجله وآجله، أما ذوين دي غصبن أما ذوين دي يسن ذنقارو أم زورن غنقارو، ما علمت منه وما لم أعلم، أي نحصي غير نحصير، وأعوذ بك من الشر كله، من الشر كله، عاجله وآجله، أما ذوين دي زوارن أما ذوين دي قران، خطر وعار لابتلاء انقارو في تغزير العمر مريو غالب نادم ذمغار. إنس ما علمت منه وما لم أعلم، ما ينحصي غير نحصير، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك. حديث جامع، أربي السثر ذك الخير بين السثر في صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم منا بجوامع الخير صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الجنة. أربي سيشمغ الجنة أخامنغ أنقارو القرار في الجنة، وما قرب إليها من قول أو عمل، أربي وريا ملاغ أما ذوال أما ذو الخدمة أنا غير قرب نغ الجنة. وأعوذ بك من النار، نتعوذ من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل أول نغ الخدمة أنا غير قرب نغ الجهنم سبع ذاق فلسن فعليث فلانا. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، أكو أين قضيت أين قدرت في لي ذي الخير. الحديث أيضا صحيح أخرجه الإمام ابن ماجة وغيره.